السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الدورة الخاصة بالكلام عن مضخات الحريق وما يتعلق بها من أمور وفقا للمعيار NFPA 20 في إصداره الأخير تقدمة فاير فايتنج أكاديمي، ومعكم دائما المهندس رياض النجار. نحن اليوم في الجلسة التاسعة من هذه الدورة. بدأنا في الجلسة السابقة بالكلام عن الأجهزة التي تساعد على تخفيض الضغط في النظام، وتعرفنا على بعض التعريفات والمصطلحات الخاصة بهذه النقطة. ننتقل اليوم إلى الفقرة الرئيسية موجودة في المعيار في الفصل الرابع فقرة 20، هي Relief Valves للمضخات الطاردة المركزية. تعرفنا على الريليف والفرق بينه وبين Reducing Valve. كمدخل إلى هذه النقطة، طبعا هي الجلسة اليوم هي فيها ثلاث فقرات فقط، ولكن فيها بعض الكلام الإضافي لبيان هذه الفقرات. أن الضغط دائما يتم تحديده وتقديره وتقييمه عند نسبة 121% من الضغط عند التوقف، لأن الضغط هو جزء من المتعلق بمربع السرعة للمضخة الموجودة، المضخة التي تدور. فالضغط متعلق بمربع السرعة فيتم أخذه عند 121%. فمحرك الديزل مطلوب منه أن يكون قادرا على تحقيق 110% من سرعة المحرك كقوة كشيء أعظمي، فهذا يؤدي إلى 121% من الضغط، creating pressure of 121%، لأنه 110 للتربيع 121%. بعض الأسئلة أنه يقول: هل يتم تركيب محبس تخفيض ضغط أو تنفيذ ضغط على مضخات الكهرباء؟ هل الكود يسمح بذلك؟ طبعا ذكرت لكم في الجلسة السابقة أن الأساس هو عدم تركيب مثل هذه المحابس على في بجوار المضخة أو في غرفة المضخات، ولكن لا يوجد فصل في هذا المعيار ينص على السماح بتركيب هذا البريشر على البريشر ريليف فالف على المضخات الكهربائية، إلا ما إذا كانت هي متغيرة السرعة. إذا كانت متغيرة السرعة أو مزودة بمحرك متغير السرعة، فعند ذلك يتم التركيب. فدائما المضخات التي تدار بمحرك متغير السرعة مطلوب منها أن في حال حدوث فشل في جهاز تغيير السرعة أن تكون عند سرعة نورمال سبيد، كونستانت سبيد. ففي حال أن حدوث هذا الخلل وعند الدوران المضخة عند السرعة الإسمية أو النورمال الطبيعية، فتوقعنا حدوث زيادة في الضغط، فعند ذلك لابد من تركيب Pressure Relief Valve. طبعا ويكون يتم تعيين هذا أو ضبط هذا المحبس فوق الضبط الخاص بالمضخة أو المحرك المتغير السرعة. النقطة الأولى من هذه الجلسة هي التي تقول أنه يتم تركيب الـ PRV عندما يسمح بذلك من الكود. طبعا كما ذكرت لكم أن الكود بالأساس لا يسمح، وعندما يسمح يقول أن التركيب مثل هذه المحابس يعتبر تصميم ضعيف، ويابد أو يستحسن أن يتم تجنب مثل هذه التركيبات. يوجد بعض الأمور التي ذكرها الهاندبوك للتخفيف مثل بريك تانك، خزان البريك أو هذا. طبعا هذا الموضوع يتم تركيبه على خط السحب، لأن كما ذكر الموضوع المتعلق بالضغط عند مخرج المضخة يتعلق بالضغط الأعظم الموجود على خط السحب، يتعلق بالارتفاع المكونات فوق مخرج مضخة المضخة. فالبريك تانك يتم تركيبه، هذا يتعلق بالضغط الموجود على خط السحب، فعندما يكون الضغط القادم من خط السحب متذبذب ويطلع وينخفض ويرتفع ومتذبذب، فعند ذلك لا يستحسن تركيب البريك تانك وتصميمه بحيث يمنع مثل هذه التقلبات على خط السحب، وبالتالي نخفض الضغط على خط السحب، وبالتالي تخفيض الكل للضغط في مخرج المضخة. طبعا كان سابقا البريك تانك جزء من المعيار 20، ولكن تم نقله مؤخرا إلى المعيار 22.
طبعا بريك تانك يشبه الى حد ما خزان السحب سكشن تانك، ولكن ليس هما شيء واحد. ولعلنا بعد ان ننتهي من موضوع اجهزه الضغط نعرج على البريك تانك فقط لبيان الفرق بينه وبين السكشن تانك، فهما شيئين مختلفين وان تشابها في بعض الامور. فاما يتم بريك تانك او يتم تركيب variable speed pressure limiting control devices ادوات لمعايره السرعه وتغيير السرعه، او ان يتم تركيب BRV او pressure regulating device downstream كما ذكرنا downstream مثلا في انظمه الرشاشات او انظمه الصناديق، يعني يتم نقل المحبس تخفيض الضغط من غرفه المضخات الى النظام نفسه. هذه ثلاث طرق لتجنب تركيب البي ار في او بريشر ريليف فالف في غرفه المضخات. وبعض واستفسار اخر يقول انه في مخطط من المخططات لم نلاحظ تركيب بي ار في على مضخه ديزل، فهل هذا مسموح او غير مسموح؟ طبعا هذا الامر يحتاج الى تفصيل. فمضخه الديزل في نفس الكود يمر معنا لاحقا انه يتم تركيبها وفقا للشروط، فممكن ان يتم التركيب وممكن ان لا يتم التركيب، ذلك حسب المضخة والضغط الموجود، وعند تقييم ذلك يتم تحديد إذا في حال كنا بحاجة إلى ذلك أو لا. فالموضوع هو متعلق بسرعة المضخة عندما يتم تركيب مضخة محرك ديزل عليها، فعند زيادة السرعة عند حد معين توقعنا أو تم حساب أنه يوجد زيادة في الضغط، عند ذلك يتم التركيب. ف 121% من الضغط من دون تدفق للمضخة مضافا اليه الماكسيموم ستاتيك بريشر معدلا للارتفاع، فعند ما كل هذه المجموعة الضغوط تقل او تزيد اذا كانت تقل عن الماكسيموم وركينج بريشر لمكونات السيستم، فعند ذلك لا داعي لتركيبه. اما اذا كانت اعلى فعند ذلك يتم تركيبه. النقطة الثانية من هذه الفقرة هي التي تتعلق بمضخات الديزل. طبعا مضخة الديزل إما أن تكون constant أو variable speed ليس مشكلة. هنا لدينا نحن نتكلم عن constant speed، كما ذكرنا إذا كانت التوتال 121% من ضغط التوقف من دون تدفق مضافا إليه maximum static suction pressure معدلا إلى الارتفاع يزيد في الضغط عن مكونات الشبكة ومكونات النظام، عند ذلك يتم تركيب BRV ولا بد من تركيبه. إذا كانت الضغط المتولد كل هذه المجموعة الضغوط أقل من ضغط مكونات النظام لمكافحة الحريق، والتي تكون كما ذكرنا هو typically 12 بار عند 110% من السرعة، فعند ذلك لا داعي لتركيب البي ار في. هنا يعطينا مثال مثلا على هذا الموضوع، لدينا مضخة 1500 جالون و 100 بي اس اي عند سرعة 1750، ولكن ضغط الشطف هي 8.3 بار، وينتج شطف بريشر ينتج 10 بار عند 110% من الاستطاعة المقدرة. إذا كان لدينا الضغط الستاتيك على خط السحب 3 بار القادم من الشبكة، فالتوتال يكون 13 بار، مجموع هذه الضغوط 13.1 بار. فإذا كانت مكونات الشبكة هي 12 بار ماكسيموم، فلا بد من تركيب البي ار في في هذا المثال. فهذه حسابات يعني الكلام السابق، فالبريشر انكريز عند 110% من الاستطاعه تكون 121% من الضغط، 120 بي اس اي مضروبا ب 1.21 هذا هو ال10 بار، مضافا اليه الضغط على خط السحب الموجود، فلدينا 13 بار، فبالتالي لابد من تركيب بي ار في اذا كانت مكونات الشبكه لا تحتاج 12 بار. هذه الصورة توضح البريشر ريليف فالف وما يتصل به من أجهزة الطرد. النقطة الثالثة هي التي تتعلق بالمضخات التي تدار بمحرك متغير السرعة سواء كان كهربائي أو كان ديزل. ديزل بريشر ليميتنج درايفر دي بي ال دي. عندما يتم هذا التركيب ويكون الضغط الهيد ضغط الطرد
الكل الأعظم معدلا إلى الارتفاع مع العمل المضخة عند no flow shut off والاستطاعة المقدرة. كل هذه الأمور تزيد في الضغط، عندما يزداد عن الضغط مكونات لابد من تركيب للـ PRV على هذا السيستم. فدائما هي موضوع ضغوط، لابد من مراعاة هذه النقاط ودراستها بشكل صحيح قبل تحديد تركيب أو عدم تركيب الـ PRV. الـ TPLD هو جهاز يتم تركيبه على مضخات الديزل أو المحرك الديزل، طبعا ينظم الضغط بحيث أنه إذا زادت السرعة عن خط عن شيء معين، إذا زادت السرعة وزاد الضغط يتم دائما تعديل مثل هذه الموضوع، يزيد الضغط يقلل السرعة يزيد السرعة وهكذا، مثل هذه الأمور يتم التحكم بها بحيث أن الضغط المخرج يكون دائما متناسب مع مكونات النظام. ولكن القضية أن مثل هذه الأجهزة ربما تفشل في أداء مهامها، فعندما تفشل تدور المضخة على السرعة النورمال الطبيعي، فإذا دارت المضخة وتوقع حدوث الضغط المرتفع فعند ذلك يتم تركيب الـ PRV. فالماكسيموم ديسشارج بريشر للمضخات المتغيرة السرعة هي ضغط التوقف، الضغط من دون دوران عند السرعة الطبيعية مضافا إليها الضغط الأعظم الموجود على خط السحب، أنه يقول أنه من غير المتوقع أن يكون حدوث خلل في محرك نظام تشغيل المحرك الديزل والنظام الفاريبل، يعني اثنين يحدث فيهم خلل، فبالتالي يتم معايرة على الريديد سبيد، يتم معايرة في مثل هذه الموضوع في المضخات المتغيرة السرعة، يتم المعايرة على الريديد سبيد وليس على كما كان في المضخات المحركة بالديزل بالكونستنت سبيد. فهنا يختلف لأنه يقول يعني من غير المتوقع أن يكون يحدث لي خللين في المضخة، فبالتالي يتم في حال أن المضخة متغيرة السرعة يتم تقييم محرك الديزل بالريتد سبيد. وهنا أيضا مثال، لدينا مضخة 1500 جالون 100 بي اس اي في عند سرعة دوران 1750، البريشر الشت اوف هي 8.3 بار والخط السحب 3.1 بار. فالتوتال البريشر عندما يكون المضخة عند الريت سبيد هي 165 بي اس اي، يعني تقريبا 11.4 بار. 11.4 بار فهي اقل، طبعا هذا خطا، 13.1 بار هي خطا، هي 165 بار، فبالتالي مكونات هذا النظام لا تحتاج الى تركيب بي ار في. صح، هذا المثال هو نفس المثال السابق، ولكن المثال السابق لدينا كونستنت سبيد لمضخة الديزل، عندما نقول كونستنت سبيد فنحن لا نأخذ عند الريد سبيد، نأخذه عند 110% أو ما يعادل 121% من الضغط المقدر، بالتالي زادت الاستطاعة وصلنا إلى 13.1 بار، هذا الرقم كمان كان فيهم خطأ، هو المفروض 11.4. فلكن هنا عندما يكون المضخة يتم تركيب النظام متغير السرعة فيتم تقييم الضغط عند الريتد سبيد، الريتد سبيد هي 11.4 بار، 11.4 بار لا نحتاج إلى تركيب الـ PRV على نظام غرفة المضخات. لاحظنا الفرق في نفس المثال ولكن عند الـ constant speed والـ variable speed لمحرك الديزل. طبعا عندما يتم عند يكون لدينا variable speed أو DPLD ما يتم تركيبه فيتم ضبط الـ PRV minimum 10 PSI فوق الضغط أو فوق نقطة الضبط للتحكم متغير السرعة. فلدينا مكونات النظام مثلا 175 PSI فهو أعلى ضبط هو 175 PSI معدلا للارتفاع لمكونات النظام، فبالتالي يتم ضبط الـ Variable Speed Driver عند 165 مضافا معدلا إلى الارتفاع، فبالتالي مينيموم 10 PSI يتم ضبط الـ PRV مينيموم 10 PSI. بذلك نكون قد انتهينا إلى وصلنا إلى نهاية هذا الجزء الخاص بهذا الموضوع. أرى أنه موضوع مهم يحتاج إلى وقوف أكثر، إلى تدقيق أكثر، لأنه كما جرت العادة دائما يتم تركيب
فبالتالي تتم تركيب مثل هذه المحابس في غرفة المضخات، وهو شيء لا ينصح به الكود ويعتبره ضعف في التصميم. فبالتالي دائما لابد من إجراء الحسابات الدقيقة للتأكد من الحاجة إلى تركيبه من عدمها. إذا كان لديكم أي استفسارات رجاء ضعوها في التعليقات، أي اقتراحات أخرى فهي مسموعة إن شاء الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.